احد الاخوه ألح علينا في سؤال خارج عن الموضوع ولا باس. افتونا عن الدجاج واللحوم المستورده، وهل تغيرت فتواكم عما ورد في مجله الجامعه الاسلاميه عام 95؟ والله يحفظك. فتوانا لا اذكرها في المجله، لكن فتوانا التي نحن مستمرون عليها ان الاصل في طعام اهل الكتاب والحلم، كما قاله الله عز وجل: فالله وباح لنا طعام اهل الكتاب واباح لنا المحصنات من نسائهم، هذا هو الاصل. فما كان من مباح اهل الكتاب اليهود والنصارى فهذا حل لنا، حتى نعلم ان هذا شيء معين محرم لانه تولاه غير كتابي، تولاه مشرك وثني، او لانه ذبح على غير الشريعه بالخنق ونحوه. وما لم نعلم ذلك وجوجناه مقطوع الرؤوس وهذا من بلاد النصارى او بلاد اليهود فهو حل لنا، هذا هو الاصل، حتى نعلم خلاف ذلك. هذه الفتوى التي افتي بها فيها لجنه الفتوى عندنا عملا بهذا الاصل، الله سبحانه وتعالى اعلم. نعم. ما حكم تعليق بعض